بترا، هاي جورج، كيفك؟ صباح. يعني مش كثير عم نشتاق لك، دائما معنا باوتو فوكس، بس اكيد بهمنا وجودك معنا لتشرحي لنا اكثر عن طرازات نيسان الموجودين بلبنان بفضل رسام نيونس موتور كومباني. نيسان اليوم صارت اسم عملاق بعالم السيارات. صح. اكيد، وهالشيء عم تاكدوا بطرازاتها الجديده، يعني التطور كبير عم بيشهده قطاع السيارات ونيسان ماشي فيه بتصور بشكل كبير. تيدر الجديده سبق وحكينا عنها، لكن قد ما نحكي عنها بضل في قصص ديتيلز نقدر ندور عليها كل حلقه. نعم. اول شيء خبرينا، يعني عشان فتره اعياد اكيد في شيء اوفر اكيد انكم بتخصص كل زبوناتنا بسبيشال اوفر. اللي عم نشوفها قدامنا هي ذا اول نيو تيدا، نيسان تيدا، هي سكند جينيريشن، كانت كثير حلوه وصارت احلى بكثير. هيدي جورج عم بتكون ذا موست بوبولار هاتشباك بالميدل ايست، هي 5 دور هاتشباك على فكره. نعم. مش انه 2 دور، منشان هيك السياره كثير هين الاكسس عليها. رح نشوف الاوبشنز من جوا ومن برا وقد ايه كثير هينه وحلوه سوقتها. يلا كل التفاصيل نعرفها، لكن بدايه بدنا نحكي عن شكل التيدا الجديده بعد لحظات. دائما بقول التيدا الطراز الاول كان حلو، بس الطراز الجديد فيها بعد احلى. احلى بكثير عن جد، كثير تطور شكلها، صرنا نشوف طابع رياضي واضح عليها، كثير لاينز حلوين وصار عندها مسلز السياره على جوانبها. خبرينا اكثر. عم تكون سوفيستيكيتد كثير السياره، ستايلش. عم تعجب كل الكاتيجوريز، كل العالم، كبار صغار، كله بفضل اللوك الحلو تبعها، فيري دايناميك. ملاحظ اللاين مثل ما قلت انت، اللاينز عم يكونوا موجودين عليها، البامبر اللي عليها كرام من ورا. نعم. وكمان رح نلاحظ من قدام عندك الالوي ويلز، دور هاندلز اللي عم بيجوا من لون السياره، مش عم بيكونوا بلاستيك يعني، بالعكس عندك الكرام الموجود كمان على الازاز تبعها. نرجع عم نشوف قدامنا الالوي ويلز هالشكل الحلو فيهم اللي بيجي بقياسين، عندك 16 انش و 17 انش ليعطوا بيتر بيرفورمانس، وشكل رياضي كمان واضح شكل على جعت السياره. وبعد رح نشوف كمان ناحيه اماميه حلوه كثير، فيري فيري اجريسيف، مصابيح كبيره. صح، الضوء اللي طالع لفوق اللي عم بتكون كثير فيري اتراكتيف من قدام. عندنا الكرام كمان موجود، نرجع بنقول انه الكرام بيعطي ترتيب كثير حلو بالسياره، بيعملها شايني من قدام وبيمنع يكون في سكراتشز عليها. نعم، لانه طبعا البلاستيك بده يعلم عليه كل شيء. وانا اللي كثير بلفتني فيها هو الازاز الامامي الكبير، بيعطي كمان رؤيه اوضح من داخل السياره، يعني بنشوف الازاز وصل تقريبا لمنتصف الكوكبيت تقريبا يعني. صح. او لتلتها، هذا الشيء بخلي السايق واللي على جنب وحتى اللي قاعدين ورا يرتاحوا اكثر بالسياره، تكون اكثر انضوائيه. معك حق 100%. بدنا نضيف شيء بعد على الشكل، ننتقل على البرفورمانس. مضبوط، يلا برفورمانس التيدا الجديده. سيارة 4 سلندر، يعني مصروف ممتاز. على كل حال الطراز السابق كان كثير مشهور بالافشنسي تبعه. مضبوط. شو اللي صار؟ تطور كمان هذا الشيء بتيدا جديده؟ اكيد، نيسان طبعا عم تلاحق التطور، صار عندها ادفانس تكنولوجي، نيو تكنولوجي مستعمله على سياراتها، هن السي في تي، سي في تي ترانسميشن هو السبب الاساسي بالمصروف البنزين اللي كثير حلو على السياره. هي موجوده بقياسين، محرك قياسين عم بيكون 1.6 وعم بيكون 1.8، 4 سلندر مثل ما قلت، مثل السنترا تقريبا، يعني محركين معروف فيهم صار نيسان اليوم. نعم. 1.6 1.8. نعم صح، هي عم بتكون سي في تي لكن ترانسميشن، فرونت ويل درايف، 6 سبيد بتجي السياره قويه، مصروف بنزين كثير حلو، ستيبل على الطريق على السوق، وخاصه على طرقاتنا اللي عندك كثير جوار وعندك كثير طلعات. لا شو بقى طرقاتنا بجنن كثير مالسه ممتازه وزفت نوعيه رائعه. فالتيدا عم بتكون بتناسب كثير العالم اللي عم بيسوقوا، خاصه بيتنقلوا كل يوم بطرقاتهم، وعم نقدر نجذب فيها يعني التارجت تبعنا عم بيكون كثير كبير، عم بيكون كبار صغار. ارقام كثير كثير مهمه وعاليه ب اكثر من 10,000 سياره جورج بايعينها بالسوق، يعني نمبر 1 سيلينج كار بكل معنى الكلمه، مش بس بالسوق اللبناني، بالميدل ايست حتى وباوروبا بامريكا وين ما كان. ننتقل هلا بدنا نحكي انتيريور معك بترا، نشوف السياره اكثر من جوا. مثلا داخل التيدا فيري سمبل، وكل شيء بيعوزه السايق موجود فيها. صح. انا يعني بشوف الامور الاساسيه اللي بنحكي عنها اكثر، خاصه هون عبر الفولان في عنا زرار ممكن نعوزها كثير خلال القياده. اول شيء السياره اللي عم بتشوفها جورج عم تكون مفوله، فيها كل شيء بيزك اوبشنز، كل شيء الكاستمر بيعوزه. اهم شيء بدي احكي عن السيفتي اللي فيها للسياره، السياره مجهزه بايرباكس اكيد، موجود فيها اي بي اس، اي بي دي، وبريك اسيست.
دونك ولا سياره نحن بالنيسان شايلين منها هول الاوبشنز. البلاكس عم بيكونوا من اهم الاشياء اكيد، مفوله من شبابيك كهرباء لمرايات كهرباء، عندنا الاكتيف ستيرنج ويل اللي حكيت عنه، فيه الدرايف كمبيوتر، عندك الاوديو كنترول، وعندك كمان بتجي فيها البلوتوث بحسب الكاتيجوري اللي انت عم تاخدها. السيارة عم تجي وايد داشبورد مثل ما عم نشوف، كتير كبير مرتب، عندك الكرام الموجود عليها، موجود على ماسكات البواب، حد الاي سي، حد الفيتاس، واسعة كبيرة. صحيح، هيدا شغلة كمان كتير مهمة، الوساعة الموجودة، ليج روم وهيد روم ممتاز، وحتى من ورا كمان بتعرف هيدا من أكثر المتطلبات عم بتكون عند الكاستمرز، إنه السيارة هاتشباك سيتي كار بتنصف وين ما كان، بس عم بتحافظ على الوساعة من جوا، لأنه بتعرف كلنا بنطلع معنا ناس وبنحط أغراض بالسيارة. عنا أوكزيلري كمان، سيستم موجود على الراديو هون، على سيستم السي دي كمان. فعلا امور مثل ما ذكرنا، يعني معنا يمكن كتير لوكس بالسياره، بس عندنا امور اساسيه جدا بيعوزها كل سايق دخله. مزبوط، كتير اساسيه ومش معقول يعوز اكثر من هيك، يعني هدول الباز اللي بدنا اياهم بكل سياره بنعوزها، وخاصه هلا مع البلوتوث سيستم موجود فيها. نعم مزبوط. بترا شفنا الداخل، ننتقل نحكي اكثر عن الديل، نعرف شو الاوفر اليوم هلا بفتره العيد. اوكي، هلا الأهم مثل ما حكينا نعرف منك شو مقدمين عروضات، خاصة على التيدا، وهيدا اللون بكل حال كثير حلو اللي معنا بالاستوديو اليوم، الأبيض. صح، من واحد لقيت كمان بيرل وايت عم بيكون فيري أتراكتيف عليها. رح تتفاجأ بالأوفر جورج، لأنه رح تقول كل هالأوبشنز، هيدا الحجم، هيدا قوة المحرك، عم بتكون بالأوفر. عاملين عرض كثير مميز على كريسمس هلا، سو لحقوا حالكم. عم بتكون السند الشهري $299 كم سنة؟ على 5 سنين، ضمن الانشورنس اكيد، تكون انشورد السياره على 5 سنين، وعم بتكون الفايده 1.5 يعني بلاش، ما عندك فايده تقريبا 30%. الدفعه الاولى عم بتكون كتير رخيصه طبعا، لانه سعر السياره عم بيكون كتير رخيص، يعني اوفر ممتاز، اقل من $300 مزبوط. عم تتملك هيك سياره فول باكج مع اسيرانس، مع كل شيء. صح، يعني ما عندك ابدا بالماركت تبعنا عندك هالقد مونثليز عم بيكونوا هالقد كثير رخاص. اوفر ممتاز بترا، ومقبولة طبعا 4 سنين او 100,000 كيلومتر كمان، تست درايف از افيلبل بالشوروم، بس اتصلوا فينا على 1599، وموجودين شياح، فيردا، خلدة، ودبي كمان. مثل ما قلنا بتساع بالباك تبع سانتا كلوز لتقدمها كادو لكل المحبين. شكرا بترا كل هالانفوز، وعلى ثانك يو عليكي كمان على اللقاء الاوفر الحلو كمان اللي عم تقدموه اليوم بريمكو على كل طرازات نيسان اللي كانت معنا بهالاسبوع ضمن اوتو فوكس. الى اللقاء اكيد دائما على ام تي في كل يوم سياره. تشاو.